الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو خصلة رذيلة ذميمة تدل على مساوئ الأخلاق. وقيل الكذب لا يخفي الحقيقة، إنما يؤجل انكشافها. قال ويليام شكسبير: لا تكذب أبدا على شخص يثق بك، ولا تثق أبدا بشخص كذب عليك. وقيل الكذب لا يخفي الحقيقة، إنما يؤجل انكشافها. وقال أرسطو: الكذب ليس فقط غير أخلاقي، بل هو أيضا غير عقلاني. وقال أبو حاتم: إن الله جل وعلا فضل اللسان على سائر الجوارح، ورفع درجته وأبان فضيلته بأن أنطقه من بين سائر الجوارح بتوحيده. فلا يجب للعاقل أن يعود آلة خلقها الله تعالى للنطق بتوحيده بالكذب، بل يجب عليه المداومة برعايته بلزوم الصدق وما يعود عليه من نفعه في الدارين، لأن اللسان يقتضي ما عود: إن صدقا فصدقا، وإن كذبا فكذبا. ومن يتبع طريق الكذب يتيه في دوامة من الشك والتردد، ويفقد الناس ثقتهم فيه، لأن الكذب يفسد الجمال الروحي للإنسان ويجعله يعيش في زوايا مظلمة من النفاق والضياع. قال بعض الفلاسفة: من عرف من نفسه الكذب لم يصدق الصادق فيما يقول، ثم إن من عرف بالكذب فإنه لا يكاد يصدق في شيء أبدا، وإن صدق، بل إن سمع الناس بكذبة ربما خرجت من غيره فإنهم ينسبونها إليه. ورحم الله القائل: إن الكريم إذا ما كان ذا كذب شان التكرم منه ذلك الكذب. الصدق أفضل شيء أنت فاعله، لا شيء كالصدق، لا فخر ولا حسب.